السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين على إسلام سليماني، وين اجتماع حاسم بين سليماني وإدارة سبورتينغ لشبونة هذا اللعاب، وين تلقى معارضة من طرف مدربه الذي رفض دخوله في مخططاته الموسم 2022-2023. وانكشفت العديد من التقارير البرتغالية أن اللعاب سبورتينغ لشبونة إسلام سليماني سيعقد اجتماع هام مع إدارة النادي من أجل البحث في مستقبله. يعني ما زال تبع لهم رغم أن وين المدرب وين رفض العمل معه، يعني المدرب وين رافض العمل معه. على ذلك احنا نقولوا باللي اللعاب هذا وين رغم أن الكبر السن تاعو، لكن المدرب المنتخب الوطني الجزائري دائما وين يتكلم عليه، دائما وين يريد أن يكون حاضر معاه في التربصات في المباريات. يعني هو المدرب هو راه يشوف فيه. نتمنوا له ان شاء الله بربي يروح كاش في قال لك الناس، خاطش عليه كاين بزاف مواقع يكذبوا، كاين بزاف مواقع يكذبوا. هذا الموقع جبته من السيت تاع الاتحاد تاع السيت تاع لشبونه، يعني السيت تاع لشبونه ماشي دايرينه باللي غادي يلعب ولا دايرينه باللي غادي يروح النادي ولا تلقى عروض. قال لك ما تلقاش عروض، قال لك ما تلقينا حتى عرض في اسلام سليماني. هنا يقول لك باللي اسلام سليماني غادي يروح لانجليز، اسلام سليماني غادي يروح لاسبانيا، اسلام سليماني غادي يروح لطليان، اسلام سليماني غادي يروح من، قال لك ما تلقينا ولا عرض. هما دايرينو للبيع، دايرينو باللي روح دبر على روحك وحنا نتلقاو. بصح ما تشوف كيفاش، رغم هو كان وافي لشبونة وعاد يدير الصح، تشوف عاود رجع لشبونة يعني في انتقال وقيل حر ولا ما دفعوش فيه دراهم ولا تشوف بسبب التعامل مع نقولوا بينه بسبب مشكله بينه وبين المدرب. يعني وين كبرت يعني التصريحات، هذاك صرح من ذاك صرح من، كبرت على هذيك. ماشي كيما واحد يكون ساكت خير. وين كشفت العديد من التقارير البرتغاليه ان اللاعب سبورتينغ لشبونه اسلام سليماني سيعقد اجتماع هام مع اداره نادي من اجل البحث في مستقبله، نقولوا بمستقبل تاعو ان شاء الله بربي، وين نقولوا المستقبل تاعو، حيث كان منتظر ان يقوم بذلك في وقت سابق، لكنه اصابته بفيروس كورونا جعلته يؤجل الامر الى موعد لاحق. ودون شك فان هذا الاجتماع سيكون مهم جدا للعاب من توضيح الرؤيه اكثر ومحاوله ايجاد حل يرضي الجميع الاطراف. ولن يكون بقاء سليماني في نادي العاصمة مطروح كثيرا بسبب تعنت مدربه الذي سبق وأن أكد للإدارة أن اللعاب خارج حساباته رسميا، وبالتالي ستتسير إدارة في نفس النهج الطاقم الفني الحفاظ على استقرار المجموعة. هذيك نقولوا بلي احنا ان شاء الله بربي اسلام سليماني لعاب اللي قدم، ما ننكروش واحد ما ينكرش اللعاب اللي قدم الكثير للمنتخب الوطني، لكن اليوم نقولوا بلي اسلام سليماني وين يجب عليه الاسراع من اجل ايجاد نادي. وحنا نعرفوا بلي اسلام سليماني المناجر تاعو نعرفوا بلي يمكن يكون مفاجاه في انتقال لاحد الانديه الاوروبيه، رغم انه ما بغى اسلام سليماني اللي ما رضاش باش يلعب في الخليج، وين دائما وين يريد اللعب يعني في المستويات الكبيره، يعني المستويات الاوروبيه، لا يؤمن بالمستويات الخارجيه. يعني اللعاب اللي دائما وين شاهدنا وين دائما وين ما بغاش يستسلم، نقولوا بلي اسلام سليماني لا يريد الاستسلام. على هذيك نقولوا بلي اليوم وين اسلام سليماني راه يقدم، يعني وين قدم نقولوا بلي وين يقول لك وين اجبر اللعاب الجزائري
اندي ديلور نجم نيس الفرنسي مواطني اسلام سليماني مهاجم سبورتينغ لشبونه البرتغالي على اتخاذ قرار مفاجئ وين اسلام سليماني انتقال الى سبورتينغ لشبونه خلال فتره انتقالات الشتويه الماضيه وينتهي التعاقد مع الفريق بنهايه الموسم المقبل لكنه يفكر في الرحيل خلال انتقالات الصيفيه وفقد سليماني مكانته كلاعب اساسي مع المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة في ظل تراجع مستواه في البطولة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت في الكاميرون خلال شهر جانفي الماضي يعني في عام جرى وتفادي الخروج بشكل كامل من حسابات المدرب فقد دخل هداف التاريخي لمحاربين الصحراء في مفاوضات مع أندية يعني يونانية لانتقال لصفوفه خلال الفترة المقبلة. وقالت صحيفة إيبولي البرتغالية بأن عملاق اليوناني يتابع صاحب 34 سنة ويريد الحسم الأمر معه ولكنه ينتظر حصوله على وثيقة من سبورتينغ لشبونة للتفاوض معه كلاعب حر. وتأتي الخطوة سليماني لضمان استكمال مشواره مع المنتخب الوطني لا سيما في ظل اقتراب أندي ديلور من العودة إلى محاربي الصحراء في توقف يعني في دات فيفا تاع سبتمبر إلى ما أجلوش يعني المقبل بعدما غاب عنه منذ نهاية العام الماضي. ويذكر أن سليماني قد عاد إلى صفوف سبورتينغ لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقدم مستويات مميزة في بداية مشواره قبل أن تنقلب عليه الأمور بعد دخوله في نزاع مع المدرب تاع لشبونة يعني من المدرب روبن هذاك تاع لشبونة للناس كانت احنا كنا نقارعوا له بلك يروح الباريس سان جيرمان ويقعد اسلام سليماني في لشبونه لكن الامور ما مشاتش كما كان يبغيها كما كان باغيها اسلام سليماني. اسلام سليماني اللي بغى يعاود يولي الكارير تاعو يرده من لشبونه كما بداها في لشبونه من اجل مواصله اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري. لكن اليوم نقولوا باللي نتمناه ان شاء الله يروح اليونان وين راه عنده كما يقول لك عنده الاتصالات من نادي يوناني يعني وين يقارع باش من اجل وين نقولوا باللي صاحب الربعه يريد الحسم اموره معه ولكنه ينتظر حصوله على وثيقه من سبورتينغ لشبونه للتفاوض معه كلاعب حر يعني وين نقولوا باللي اسلام سليماني وين عنده اجتماع هام يعني اجتماع هام في هذه الايام وين اجلت وكان عنده السيمانه اللي فاتت لولا اصابته بكورونا لباك هو اللي خلاه ياجل اجتماع تاعو الحاسم مع إدارة لشبونة. لذلك اليوم نقولوا بلي إسلام سليماني اللعاب اللي دائما وين يكون يعني ما يرفض الاستسلام يعني والعودة إلى البطولة الخليجية يعني وين رفض إسلام سليماني 34 عام نقولوا بلي كان قادر يكملها في البطولة الخليجية لكن يريد المواصلة في أعلى مستوى. شوف لعاب خدام لعاب هذا ماثل بصح شتيه لا ضروك كي راه جاي موراه جاي يدفع فيه ديلور نبقاو نشوفو ديلور احسن منه بكثير في هذا الوقت اللي رانا فيه. كاين اللي يقول لك انتوما تنساو الخير تنساو يا ودي لا لعاب عنده 34 لعاب منا عنده 30 ماشي كيف لعاب اللي راه يقدم مستويات كبيره مع الانديه. لازم المنتخب الوطني نجيبو لاعبين اللي يكونوا جاهزين ماشي لعاب اللي نعطوه فرصه باش يعاود يشوف ايكيب باش يعاود يمشي بها. يا جماعه راكم غالطين هذا منتخب وطني جزائري عشنا ايامات يعني وين كانت النتائج الديكتاتوريه كانت مخليه الناس ساكته مخليه الناس تعمل واش تحب في المنتخب الوطني. اليوم ما بقاتش اليوم ما تجيبليش انا لعاب كان دارها مع كيسموه مع بن عمري كان منسي كان يجيبوه يلعبه باش يبينه للانديه الخليجيه دارها التاليه دارها مع اسلام سليماني جابه يعني وجابه باش يبينه باش يعاود يلعب. هذه بزاف صوالح هذه ما بقاتش انا جيب الناس صح جيب لي يكون واجد جيبه يلعب
هذه هي ماشي قضية تاع أنا نكره لعاب ولا لعاب غادي يكمل هذا إسلام سليماني غادي يقعد 60 عام وحدة أخرى لازم نشوفوا جديدة لأن إحنا مناصرين مناصر مادامو يتبع مادامو يبغي جديد في ديك الحاجة اللي يبغيها ماشي قضية روتين واحد هذا مش عنده 20 عام نقولوا طردوه هذا راه في 34 عام والناس جاية موراه يعني ماذا بينا القدام برك هذه هي إن شاء الله بربي برك هذا